أهل السنة لا يمانعون، بل إنهم يقولون نؤمن إيمانا جازما بوجوب الحكم بما أنزل الله. هل أهل السنة يقولون بغير هذا؟ هم يقولون بهذا، والخوارج يشيعون كذبا وزورا في الأرجاء والأنحاء أن أهل السنة لا يبالون بالحكم بما أنزل الله، وكذبوا. شاهت الوجوه، عاملهم الله بما كذبوا وبما ائتفكوا على المؤمنين. بل أهل السنة يفهمون معنى الحكم بما أنزل الله، أن يحكم بما أنزل الله في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك، أن يحكم بما أنزل الله في كل شيء، ليس فقط في الأحكام التي تتعلق بالدماء والأموال والفروج، هذا جزء من الحكم بما أنزل الله، بل إنه مرتب على الأمر الأصيل وهو الحكم بما أنزل الله في العقيدة. ما معنى أن تحكم بما أنزل الله؟ يعني أن تطبق قال الله قال رسوله فيما يتعلق بدعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك وإخلاص العبادة لله، هذا أول شيء، فتدع هذا جانبا، بل تجعله دبر الآذان وتقول إن الأديان كلها إنما أنزلت وإنما جعلت من أجل الحاكمية، ولا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله، ما هذا الضلال المبين؟